عيون جل مغمرات يا حي مركب الثلاث. مشاهدينا الكرام، شوط العيارات الثقيلة، شوط الزمول المحليات الأول ينطلق مسافة 6 كيلومتر، هي مسافة الاختبار، ونتابع ويش اللي بتلفت الأنظار متابعينا الكرام. خلونا هناك مع الكادر الأمامي أنسير ومع الصدارة، فشوط الزمول هنا نتابع فيه الغزال علي محمد بالشتوية، سلام بو عيسى سلام المركز الثاني، عندنا هناك ثاني المراكز سمحان سلطان بن زالة بن حمد القدبي، نسير مع المركز الثالث، نتابع الأسامي متابعينا الكرام ونشوف الشعارات ونتابع أول بأول ما يحدث ويدور من منافسات، فنسير نستلم ثالث المراكز. فالمركز الثالث عندنا يتواجد سكر أحمد بن سيف العبد النعيمي، المركز الرابع أبهوب أحمد بن أضبي محمد الدرعي، فنسير مع الكادر الأمامي مع الانفراد مع الحضور، مع هناك سكر حمد بن سيف العبد النعيمي، هناك ياتينا بن طبعا بالشتوية، يا سلام يا راعي الغزال الغزال وعلي محمد بالشتوية، يا سلام هنا الذي مواصل المسيرة في هذا الشوط، تحياتي لسالم بن علي بالشتوية، سلام بو سعيد هناك متابع في هذا الشوط لهذا الاسم وهو يتألق الصدارة، راعي هنا راعي الغزال وشوط الزمول المحليات. المركز الثاني عندنا هناك راعي المركز الثاني راعي اللي هو سمحان في المركز الثاني سلطان سالم بن حمد الكتبية، سمحان نعم رقم 8. نذهب إلى المركز الثالث نشوف الأسامي هناك والتحركات، فارق كبير ما بين الأول والثاني عن بقية المراكز، نعتذر عن بقية الشعارات بسبب الفارق الواضح البعيد ما بين الأول والثاني عن بقية المنافسين. سلام يا بالشتوي سلام، هو جمهور بالشتوي متواجد عن غرب، له جمهور خاص بو عيسى، يا سلام فتلقى متواجدين هنا
جمهور ابو عيسى بقوه مؤازرين هذا الشعار. سلام يا علي بالشتوية، سلام ابو عيسى، سلام راعي الغزال هو الذي يقود مسيره الشوط، وجمهور راعي الغزال هنا متواجد بقوه. جمهور بالشتوي مركز الثاني، راعي سمحان سلطان بن سالم بن احمد الكتبية، وناخذ لفه على الثالث فوق ال 200 متر الفارق. نعتذر عن بقيه الاسامي والشعارات، هل سوف تقترب الى عالم الاذاعه؟ لا ندري مشاهدين الكرام، كل شيء متوقع في عالم سباق الهجن، ولكن هناك علي بالشتوي لا زال يغرد خارج السرب. سلام يا راعي الغزال، الغزال الغزال، وهو مثل الغزال الشارد في هذا الشوط، منفرد انفراد، شوط العيارات الثقيلة، شوط الزمول المحليات. الله الله، دائما بالشتوي تواجد في أشواط الزمول ببصمة مميزة. شكرك يا أبو عيسى، هناك حاضر بقوة مع الغزال علي محمد بن حميد بالشتوية. المركز الثاني سمحان سلطان بن سالم بن حمد الإكتبية، ونسير الثالث والرابع فارق كبير. نعتذر، ولكن خلونا مع على مقربة من الصدارة وعلى مقربة من الكوادر الأمامية. وعندك يا بن الشتوي يا راعي الغزال هو الذي يمتلك الكادر، مركز الثانية سمحان سلطان بن سالم بن حمد الإكتبية. الله الله، هذه المسيرة، هذا هو العطاء، هذا هو الأداء، هذا هو التألق. فنجد هناك الإبداع، فنجد هناك الحضور المميز الذي نراه. الغزول في الصدارة بقيادة علي محمد بالشتوية، شوط الزمول المحليات. الله الله، حضور مميز لهذا الاسم، لهذا الشعار، لهذا التألق، لهذا الإبداع. والغزال يا بن الشتوي، بالشتوي جمهوره هنا حاضرين بقوة ومرافقين هذا الاسم. مركز الثاني سمحان سلطان بن سالم بن حمد الكتبي، ونعتذر عن الشعارات الباقية، فارق واضح ما بيننا وما بينهم، فننتظرهم هل سوف يأتون ويغيرون مسارات الشوط، أم بظل بن الشتوي هنا يغرد بلا منافس ولا منازع. سلام بالشتوي، سلام سلام يا أبو سالم، سلام. هنا حاضر بقوة، حاضر مع الغزال، وجمهوره هنا متواجدين. سلام يا سلام، هناك بن علي، هناك عبد الله بسلطان، هناك جميع جمهور، الجمهور من العيار الثقيل عند بالشتوية. يا سلام، تمنى له التوفيق. سلام يا الحضور والإبداع والتألق الذي نراه في هذا الشوط من قبل شعار بالشتوي. الغزال في الصدارة بهذا الحضور، بهذا الإبداع، بهذا الانفراد، بدون أوامر ال 1200 متر المتبقية، ذهب الكثير وبقى القليل، بلا منازع الغزال علي محمد بالشتوي، ما شاء الله تبارك الرحمن، يقود الشوط الرئيسي للزمول المحليات، قيادة الكبار، الكيلو متر الأخير، كيلو الحزم والعزم، بالشتوي يهدي جماهيره هذا العرض، يقول إن لديه الزود الغزال. أشكرك يا بالشتوي، ما شاء الله تبارك الرحمن. هو جمهور بالشتوي بقوة يتابع ويشجع هذا الشعار، يستاهل بن الشتوي، يستاهل. سلام ما شاء الله، خذ لفة يا مصورنا، فوق ال 100 متر الفارق وأكثر ما بينه وما بين المنافسين. راح عليكم بالشتوي، ينطلق راس وينهي راس. سلام علي محمد بالشتوي، الغزال مثل الغزال، ويفهق فوق، يفز يوم يساير البرج. الله الله يا بن الشتوي، وينوم سفي شوط مرموق. الله عليك يا بن الشتوي، حاضر بقوة بهذا الإبداع وهذا التألق وهذا الإبداع. يا سلام يا سلام يا بالشتوي، بالشتوي بالشتوي بالشتوي، بدون
يكون وامر هناك منفرد انفراد كلي بهذا الشعار وهذا الابداع وهذا التألق وهذا التألق المميز الذي نراها من بن الشتوي وجمهور بالشتوي يوازر بقوة اهدالكم يا جمهور بالشتوي. هذا الناموس وهذا الحضور وهذا الابداع وهذا التألق. انطلق راس وانهى راس عصاته في البطان. سلام ينتزع شوط زبول المحليات بقدارة واهدال محبين شعار بالشتوي. هذا الناموس يا سلام. التوقيت 10 دقائق 6 ثواني 4 أجزاء من الثاني بدون أي توامر بفارق كبير بما تعنيه الكلمة. ما شاء الله بلا منافس ولا منازع على الأطلاق ما بين شعار بالشتوي والمنافسين الثانيين. الغزال انطلق راس وانهى راس. سلام علي محمد بالشتوي وأولادي جميعهم. المركز الثاني وصل سمحان سلطان سالم الكتبي. المركز الثالث وصل سكر حمد بن سيب العبد النعيمي. المركز الرابع أبو أحمد بن ضبيب الدرعي. المركز الخامس غاري سعيد بن سيل بن حميد الدرعي. المركز السادس الأسد محمد بن علي بن سعيد الدرعي.